زي ما قال الرئيس المنصورية، احنا كمان هنتكلم عن المنصورية. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج الاختيار. زي ما عودناكم ان كل حلقة جديدة هيكون معانا حكاية جديدة. النهاردة هنطرح عدة مواضيع مختلفة، وهي عن اهل المنصورية. اهل المنصورية عندهم عدة مواضيع كتيرة، النهاردة هنناقشها ونطرحها مع السادة المسؤولين. طبعا هيكون معايا ضيوفي الكرام، وهيكون في بشرى سارة من المسؤولين لأهالي قرية المنصورية مركز منشية القناطر. انتظرونا فاصل ونرجع لكم من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، وهيكون معانا عدة مواضيع مختلفة. النهاردة هنتكلم عن أهل المنصورية. أهل المنصورية بلد تابعة لمركز منشئة القناطر. هنتكلم في عدة مواضيع مختلفة، مركز شباب، نقطة شرطة، مستشفى المنصورية، السجل المدني. طبعا هيكون معايا ضيوف الكرام، هيكون معايا الأستاذ محمد أبو شرادة. أهلا بيك يا أستاذ محمد، نورتنا. أهلا بيك، وهو أحد أهالي المنصورية. أهلا بيك أستاذ. أهلا بيك. وكمان هيكون معانا النهاردة الأستاذ محمد عيد أبو عبيد، وهو أحد مؤسسي حملة رد الجميل. أهلا بيك يا أستاذ محمد، نورتنا. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك. وطبعا هيرافقنا، لازم يكون معانا الشكل القانوني للرد على كل الأسئلة والأجوبة، معالي المستشار القانوني الأستاذ هاني أبو كعب. أهلا بيك يا أستاذ هاني. أهلا وسهلا يا أحمد بيه، وأهلا بضيوفك الكرام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. خلونا نبدأ النهاردة بأول حاجة معانا مع الأستاذ محمد أبو شرادة للرد على عدة أسئلة كتيرة جدا، وهي مستشفى المنصورية لماذا لم تعمل حتى الآن، وما سبب توقفها، وإزاي نقدر نرجعها تاني. ده اللي هنعرفه من الأستاذ محمد أبو شرادة. ازيك يا استاذ محمد، نورتنا. انا مش زعلان، ربنا يخليك يا رب. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، الاول عاوزين نتكلم عن نبذه مختصره عن المنصوريه ونشاه المنصوريه. المنصوريه سميت باسم المنصوريه نسبه الى السيد الصديق ابو جعفر المنصوري، لان في احدى الغزوات في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم تمركز في المنصوريه، وسميت المنصوريه بهذا الاسم يعني. دي نبذة مختصرة جدا. احنا نخش موضوع المستشفى. طبعا احنا المستشفى بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كان في تبرع من السيد محمد المندوه رحمة الله عليه سنة 45 بمساحة 7 أفدنة ونص، وتبرع ب1000 جنيه. ده دي بداية تأسيس المستشفى. بداية تأسيس مستشفى المنصورية. مظبوط كده، تمام. وكان تبرع ب1000 جنيه في الوقت ده، وكان حافظ باشا عفيفي تبرع ب100 جنيه، وانشئت مستشفى المنصوريه. تمام. وتم افتتاحها عام 1947، وكانت في الوقت ده بتسمى المجموعه الصحيه بالمنصوريه. تمام. المجموعه الصحيه بالمنصوريه دي كانت بتشمل بتجيب من اول ميدان الكتكات لغايه خطبه، كان كل ده بيجي يتعالج في المنصوريه في الفتره دي، وكان فيها عمليات كبيره وعمليات صغرى، كان فيها كل حاجه. ربنا مع الزمن طبعا كل بلد بقى فيها وحده صحيه ومستشفى مركزي. المهم في التقسيم الجديد اللي هو حصل سنة 2008 اللي هي تقسيم المحافظات اللي تم، كانت من ضمن التقسيم ان مركز منشية القناطر جه تبع محافظة اكتوبر. اكتوبر فكانت مستشفيات المركزي معدومة في الفترة دي، كان عندنا مستشفى او اتنين تقريبا في المنطقة اللي هي اوسيم والوراق بعدها. تمام. فكان دكتور محمد سرحان في الوقت ده وكيل اول وزارة الصحة في اكتوبر، كان قاعد مع سيادة المحافظ محمود سعد واتكلموا مع بعض وطلعوا قرار لمستشفى المنصورية ان هي مستشفى مركزي به. الكلام ده سنة 2009، قرار رقم 29 لسنة 2009، وده كان بناء على القرار اللي هو صادر من معالي الأستاذ الدكتور محافظ 6 أكتوبر 236 برضه سنة 2009. وبدأوا جوم فعلا شركة الدفاع المدني اللي هي وادي النيل استلمت الموقع تقريبا في شهر في سنة 2010، وبدأوا وبعد كده طلعوا عمرو إسناد بمبلغ 24,375,000 قرش على أساس يطوروا مستشفى المنصورية المركزي وشغلوه.
وتشتغل. تمام. فقامت الثوره. بعد الثوره كل حاجه وقفت. ثوره 2011. كل حاجه وقفت بعد الثوره. فبرضو احنا بشباب المنصوريه واهل المنصوريه والطلبات اللي اتقدمت يعني الحمد لله بنقوله في خير جاي، ومستشفى المنصوريه باذن الله يعني موضوعها كله يعني ان شاء الله على اخر السنه دي هتكون اتقفلت وهتنزل ميزانيه ان شاء الله. قبل ما نبدا ارجع لضيوف الكرام، وخليني مع مشاهديني لحظه واحده بس، الاستاذ محمد عايز ياخدنا في عجاله كده ويطلع الاخبار الساره بسرعه، يعني مستعجل بصراحه. استاذ محمد، احنا كان معانا الاسبوع الماضي مستشفى المنصوريه. تمام. خليني طبعا حضرتك مش في مجلس اتهام ولا حاجه، حاشا لله، حضرتك من اهالي المنصوريه، بس تقدر تجاوبنا عن اللي بيحصل في المنصوريه. ايه سبب دخول اعزكم الله الحيوانات داخل المستشفى؟ دي مستشفى صحيه، ازاي المستشفى يدخلها حاجات زي دي؟ ومين يسمح بده؟ اولا في 2011 لما اتسلم الموقع لشركه وادي النيل، وزارة الصحة استأجرت مكان بره تابع للجمعية الشرعية بالمنصورية في منزل الحاج عيد العطار، وكان الإيجار الشهري 1000 جنيه، و1000 يدفعوا الوحدة المحلية. هي كمان معانا الصور، يا ريت دي الصور القديمة اللي حضرتك بتتكلم عليها يا أستاذ محمد، حضرتك تجاوبنا عن مستشفى المنصورية. دي مستشفى المنصورية أعزائي المشاهدين برنامج الاختيار ومشاهدينا في جميع أنحاء العالم، دي مستشفى المنصورية. طبعا الأستاذ محمد معانا هنا لأنه من أهالي المنصورية والمتطوعين لحل مشاكل المنصورية، هيجاوبنا دي مستشفى ولا دي إيه بالظبط؟ يعني أنا طبعا هو اللي هيجاوبنا، أنا هنا ليس إلا حيادي. اتفضل يا أستاذ محمد. والله أنا ما أقدرش أحاسب حد في سيور من سنة 2011، لأن كان جميع العاملين بالمستشفى في الفترة ديت مش موجودين في المستشفى، كانوا واخدين مكان بالايجار بره. طيب، وشغالين بره. يبدو انا اسف ان انا بقطعك معذره، يبدو معانا اتصال، معانا الاستاذ عبده جابر من اهالي المنصوريه. الو استاذ عبده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ عبده؟ ازيك يا استاذ احمد عبد الله، ايه يا الحمد لله تمام، ازيك يا استاذ عبده؟ مساء الخير على كل الحاضرين، عم حضرتك وكل معانا الاستاذ محمد عيد والضيف الكريم اللي معاك. اهلا بيك يا استاذ. اهلا استاذ عبده. اتفضل يا استاذ عبده. كنا بنتكلم النهارده يا استاذ عبده في حل مشاكل المنصوريه، وبنبدا اول موضوع عندنا هو النهارده هي مستشفى المنصوريه. تمام يا فندم. اتفضل يا استاذ عبده. انا مش هتكلم حضرتك كلام مسترسل عشان ما اكونش يعني اعمل زي الناس يعني كلامه وخلاص. تمام. أنا كنت عايز أحطكم من حضراتكم السادة المسؤولين اللي هم يعني مسؤولين عن البلد، من أول رئيس الوزراء، ومن مش عايز أقول لحضرتك من أول رئيس الجمهورية لأقل مسؤول، بصوا للمنصورية بصة عطف. أنا مش هنعامل الناس لحضرتك النهارده اللي السيئة تعم والحسنة تخص. أيا كان حضرتك النهارده حصل حاجة، مش معنى كده ان البلد تتجازل الجزء الشديد ده. هو مش جزء يا استاذ عبده، خليني اقطعك معلش، هو مش جزء ولا شيء، باكبر دليل على ذلك. يا استاذ احمد انت عادتني المكالمه حضرتك اول ما اتصلت. تمام يا فندم، بس احنا برضو لازم نعرض الجانب الايجابي. الجانب الايجابي انا ما قلتش حاجه، انا شايف مشاريع في البلد ضخمه جدا وعملاقه جدا وكل حاجه. اتفضل. انما انا كبلدي انا منصوريه النهارده في اعداد الناس بتاعتها 310,000 ناس موافقه من 310، مفيش ادنى يعني خدمه ليها. يعني حضرتك تناشد المسؤولين بايه يا استاذ عبده؟ نعم يا فندم. حضرتك تناشد المسؤولين بايه؟ اقول لهم نظره لله للمنصوريه. نظره لله للمنصوريه، احنا مش بلد صغير. احنا بلد كبير قوي. اشكرك يا استاذ عبده طبعا لمداخلتك الهاتفيه. شكرا، كان معانا الاستاذ عبده. وطبعا ارجع تاني للاستاذ محمد. الاستاذ عبده هو صعبان عليه المستشفى، ان عشان النهارده تعالج عيل عندك او طفل او زوجتك او ايا كان مين من اسرتك، بتضطر تمشي بيه مسافه كيلو، عده كيلومترات.
يعني لو عيل لو واحد عنده ابنه مكسور او زوجته في حاله وضع او حاجه، الحاله ما تسمحش ان انا امشي بيها كل ده يا استاذ محمد. تمام تمام تمام، دي حاجه من ضمن الحاجات. طبعا الجانب الايجابي اللي ما جاوبش عنه يمكن الاستاذ عبده بس صعبان عليه بس المستشفى وكده، فالجانب الايجابي ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا طلع واتكلم عن المنصوريه، وبالفعل في عده مشاريع بتتعمل على ارض الواقع مش مجرد كلام، منهم خط الغاز اللي جاي من بورتوس. تمام صح كده ولا ايه يا استاذ محمد؟ تمام تمام تمام. طيب ارجع للمستشار القانوني الاستاذ هاني ابو كعب عشان يتكلم معانا في الموضوع ده. ايه راي حضرتك في المستشفى وفي النقطه وكل عده المواضيع المطروحه على الساده المسؤولين؟ هي المستشفى بتاعه المنصوريه يا استاذ احمد هي ما بتخدمش المنصوريه بس، المستشفى المنصوريه بتخدم فوق من ال 12 تجمع سكني. لك ان تتخيل جنابك ان المنصوريه وحدها فقط لوحدها فوق تعدادها فوق ال 120 الف نسمه. تخيل حضرتك المنصوريه والمنشيه وبرقاش وعزبه عبد الصمد وعزبه وكتير وكتير من التجمعات السكنيه، كتير فوق من ال 12 تجمع سكني. زي ما الاستاذ محمد كان بيقول ان هي كانت بتخدم من الوراق لحد الخطاطبه، ده فعلا الكلام ده كان حقيقي. هي دلوقتي مقصوره على اهالي المنصوريه والبلاد اللي حواليها. فاحنا بنناشد الساده المسؤولين، حضرتك نشدنا الحلقة اللي فاتت مع سعادتك، وبنناشد برضو المسؤولين دلوقتي واحنا قادرين، اهالي المنصورية والتجمعات السكنية اللي حواليها قادرة لان هي ولو بالمجهود الذاتي ناخد بس احنا الضوء الاخضر، ناخد الضوء الاخضر من المسؤولين، واحنا قادرين ان شاء الله باذن الله. حتى لو كان بالجهود الذاتية يا استاذ هاني؟ حتى لو كان بالجهود الذاتية، طول عمرها احمد بيه المنصورية بلد كريمة ومعطاءة. يعني احنا مستنيين ضوء اخضر من اي مسؤول لا تعملوها والتراخيص مثلا علينا مثلا. طيب اقطع الاستاذ هاني، معانا اتصال. الو الو يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل يا فندم، عرفنا باسم حضرتك. معاك الحاج حسين سكر يا فندم. ازيك يا حاج حسين، منورنا. ازيك يا فندم، حسين سكر من اهالي المنصوريه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا حاج حسين. النهارده احنا بنتكلم يا حاج حسين عن المستشفى، وبنتكلم عن النقطه، وبنتكلم على سجل مدني، وبنتكلم على مركز شباب، بنتكلم على عده مواضيع عفوا بنتكلم على عده مواضيع داخل المنصوريه. ايه راي حضرتك في اللي احنا بنقوله ده يا حاج حسين؟ والله يا ربنا يتقبل منكم، واحنا بنناشد المسؤولين معاكم يعني، وبنناشد السيد رئيس الوزراء والسيد محافظ الجيزه بسرعه الانتباه للمنصوريه عشان هي بلد مهمله فعلا يعني. تمام كتير فعلا. واحنا من خلال برنامج الاختيار حاج حسين بنضم صوتنا لصوتك، وشكرا لاتصال حضرتك، اشكرك يا فندم. وارجع للاستاذ هاني تاني ضيف الكريم. ازيدك من الشر بيت يا استاذ احمد، المنصوريه فيها كوادر كتير، فيها ضباط شرطه وضباط جيش وقضاه يعني فيها كل الكوادر اللي تقدر برضو ان هي تساعد المواطنين لان هم يقوموا بصرح زي ده. في اطباء ممتازين، في كل التخصصات في المنصوريه موجوده. وطبعا في ظل يعني الانتشار السكاني الرهيب في المنصوريه والبلاد اللي حواليها، لا لازمها المنصوريه فعلا لازمها. المستشفى على هذا الاساس واقفه من 2011. طيب في قضيه مثلا في النيابه او في شبهه اهدار مال عام، النيابه طبعا قضاءنا النزيه الشريف بيحقق فيها، عايزين بقى من المسؤولين خلي التحقيقات ماشيه تمام. وعايزين برضو من المسؤولين ان احنا نشغلها، يكون في خطوه على ارض الواقع. الله ينور عليك. مش هننتظر احنا التحقيقات طبعا. تمام. مع كامل تمام. تمام. القضاء النزيه الشريف عندنا في مصر معروف طبعا ان هو بياخد خطوات سريعه عشان الدنيا ما تتعطلش. تمام. بس احنا اللي بنطلبه من الساده المسؤولين لحين انتهاء التحقيقات طبعا بدون تدخل في شغلهم، ان تتاخد خطوه ايجابيه نحو المستشفى وتحت رقابه يا فندم، تحت الرقابه الاداريه مثلا، تحت رقابه الجهاز المركزي للمحاسبه، تحت رقابه السيد المحترم محافظ الجيزه. يعني حتى لو هتقوم مجموعه بان هي تتولى هذا الامر في كل بقى الخدمات اللي ناقصه المنصوريه. المنصوريه حضرتك ناقصها مستشفى، ناقصها نقطه شرطه، مش هقول برضو نقطه شرطه، احنا عايزين مركز شرطه. النقطه كان زمان لما كانت المنصوريه لسه صغيره، لكن دلوقتي المنصوريه مساحتها شاسعه جدا، تعداد سكانها كبير جدا. وبقول لحضرتك ما بتخدمش المنصوريه بس، لا ده عزبه عبد الصمد، الصليبه، برقاش، المنشيه، ذات الكوم، عزبه الصفيه، عزبه عرب المنصوريه. انا بس مش عايز انسى مناطق معينه كتير فعلا. الخدمات كلها يكاد يكون معظم الخدمات عندنا منعدمه في واقع ان احنا نقدر نقوم بيها، نقدر احنا مش هنخلي كل اللوم على الحكومه. يعني حضرتك عايز تقول يا استاذ هاني انك انتوا تقدروا تمدوا ايديكم على ايد الدوله وتساعدوهم
حتى لو بالجهود طبعاً الذاتيه. مش عايزين احمد بيه ان احنا نرمي كل الحمل كل المسؤوليه على الحكومه والجهات التنفيذيه، لا احنا نقدر نحضر نمد ايدينا ونقدر ناخد الضوء الاخضر وتحت رقابه، يعني مش هيبقى مفتوحه لان اي حد يجمع تبرعات او اي حد يقف او اي حد أكيد لا هتبقى في طبعا يا فندم هيبقى في مجموعه معينه معروفه لها شكل قانوني معين برضو يتبلور بطريقه معينه كده. اقطع الاستاذ هاني اقاطعكم بعد اذنكم، معانا اتصال هاتفي نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد منور حضرتك وضيوفك الكرام. ربنا يبارك فيك يا رب، اتفضل. استاذ هاني ابو كعب، استاذ محمد ابو شرابي. عرفنا بحضرتك بعد اذنك، الاسم يا جماعه. الشيف عصام هلوان من المنصوريه تعالى. اهلا وسهلا بيك استاذ عصام، اهلا بحضرتك. منور سعاده الباشا. الله يكرمك، اتفضل يا استاذ عصام. بخصوص حضرتك بالنسبه للمستشفى رجاء يعني بنتكرم من السيد المحافظ ان يدي للمنصوريه نظره رأف ونظرة عطف، لأن احنا زي ما قال الأستاذ هاني أو الحاج عبده قال إن احنا أكثر من 300 ألف نسمة لا يخدمنا إلا المستوصفات الطبية. صحيح. وحضرتك عارف المستوصفات وغلوها تمام، إنما المستشفى زي برضه زي ما قال الأستاذ هاني إن هي بتخدم أكثر من 14 قرية بجوار المنصورية. التعداد السكاني فيها كمان تجاوز ال 180 ألف. كتير. على حسب علمي. بما في ذلك نرجو من سيادتك برضو للمسؤولين نقطة شرطة المنصورية، لأن بصراحة كده حضرتك يعني عدم وجود الأمن والأمان في المنصورية هو ده اللي مبوظ الدنيا. طبعا طبعا فعلا مساعد في انتشار الجريمة. رجاء بالله عليكم رسالتك وصلت يا أستاذ عصام، للمسؤولين رسالة حضرتك وصلت، وإحنا كمان من خلال برنامج الاختيار بنضم صوتنا لصوت حضرتك للسادة المسؤولين. طيب أرجع مرة أخرى للأستاذ محمد أبو عبيد مؤسس حملة رد الجميل. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بك يا صلاح. إيه حملة رد الجميل؟ عبارة عن إيه؟ وعلى أي أساس اتأسست؟ حابين تقولوا إيه؟ حابين توصلوا رسالة مضمونها إيه؟ يا ريت تشرحها لنا بعد إذنك. بص يا أستاذ أحمد، هي حملة رد الجميل إحنا المنصورية متاخد عنها فكرة إن المنصورية بؤرة إرهابية. طبعا مفيش الكلام ده، المنصورية كلها عبارة عن شباب متعلم وفاهم. تمام. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما ذكر المنصورية في آخر خطاب له ذكر المنصورية 5 مرات. فإحنا مجموعة من الشباب يعني فكرنا إن إحنا نعمل حاجة يعني تعبر عن المنصورية قدام القيادة السياسية. لا، المنصورية فيها شباب فاهم، المنصورية فيها شباب ما ينفعش نضحك عليه، فيها شباب واعي، فيها شباب عارف هدف الحاجات اللي بتتبث في المنصورية دي ايه هدفها. هدفها تدمير المنصورية، تدمير مصر كاملة. فاحنا حضرتك عملنا مجموعة من الشباب وممكن اذكر بعض الاسامي منهم. اتفضل. الاستاذ عبده جابر، الاستاذ محمد ابو شرادة، الاستاذ محمد سعيد ابو منصور، وليد وفا، وفي اسامي كتيرة يعني. احنا احد مؤسسين مبادرة رد الجميل. فاحنا عايزين نوصل رساله لفخامه الرئيس ان احنا حضرتك احنا في ظهرك، انت حضرتك ذكرت المنصوريه والمنصوريه بتذكر حضرتك، احنا وراك ولا تلتفت لاي كلام من اللي بيتقال على المنصوريه. المنصوريه فيها شباب متعلم، فيها نسبه جامده قوي في الشرطه والنيابه، وفيها نسبه ناس متعلمه جدا. فاحنا حبينا ان احنا يعني حضرتك ان احنا يعني نرد حاجه يعني لفخامه الرئيس. احنا مش كده، احنا لا، احنا ناس متعلمه وناس فاهمه كويس، وناس فاهمه ان المنصوريه ديت بلد يعني بلد عظيمه من زمان مش من النهارده، ان احنا يعني لازم نجف خلف القياده السياسيه. تمام. يبقى انت حضرتك حابب النهارده تقول لفخامه رئيس الجمهوريه شكرا يا فندم انك ذكرتنا، شكرا يا فندم انك وقفت جنبنا، شكرا يا فندم انك ما نسيتش المنصوريه، هم دول مجموعه شباب حبوا يبعتوا رسالة للقيادة السياسية ويعرفوها ان احنا معاك يا ريس، احنا نتبعك، احنا على قدم وساق واحدة ونثق تماما في حبك للوطن المصري. كمان انت حضرتك حابب تقول ان احنا اللهم احفظ مصر من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اكيد الشعب المصري شعب واعي، شعب دارك تماما كل ما يدور حوله من مخططات صهيونية لبس الفتن وإشاعة الفوضى داخل مصر، لكن إحنا أكبر من ذلك، وإحنا مستحيل ننساق وننجرف لهذه الأشياء اللي هي الفتن الداخلية اللي بتبث علينا من برة وبيندفع عليها مليارات المليارات.
اتفضل يا استاذ. عايزين القياده السياسيه استاذ احمد زي ما قالوا الساده المتصلين والساده الضيوف ان هي تنظر لنا بنظره عطف، احنا مش عايزين اكتر من الموافقه والترخيص، وان شاء الله باذن الله احنا قادرين ان احنا طبعا بمساعده وبتوجيه المسؤولين قادرين ان شاء الله باذن الله ان احنا نسد النقص اللي ممكن يكون في بعض الخدمات عندنا في المنصوريه. انا زي ما قلت قبل كده ان احنا مش عايزين نرمي كل اللوم على الحكومه والجهات التنفيذيه، لا احنا لازم نقوم بايديه، لازم ما نكونش سلبيين، لازم نشارك، لازم نمد ايدينا. اكيد لازم يكون الشباب ليهم دور فعال على ارض الواقع طبعًا. زي ما حضرتك ليك واجبات عليك خدمات لازم تأديها نحو بلدك والتزامات مزبوط. يعني انت بتقول انا ليا خدمات عايزها، طيب قدم واجباتك، فين واجباتك اتجاه مزبوط. بلدك ده اللي احنا بنتكلم فيه يا استاذ محمد. طيب ارجع تاني للاستاذ محمد، حضرتك بتقول انا معايا ملفات سبب تعطيل المستشفى او زي ما حضرتك ذكرت قبل الهوا، حابين نعرف ايه هي الملفات، وكمان بطلب من الساده اللي في الكنترول يظهرن على الشاشه. اتفضل يا استاذ محمد. لا هي مفيش حاجه معطله المستشفى او مفيش حاجه عطلت المستشفى الا ثوره 25 هو الورق معانا على الهوا حاليا يا استاذ محمد. هي يعني الثوره لما قامت الدنيا وقفت تمام، بس انما هي المستشفى شغاله والناس شغالين، والوزاره بصراحه باذله جهد مجهود يعني غير عادي فوق طاقتها فعلا، لان موازين يشغلوا مستشفى المنصوريه وتشتغل ان شاء الله مركزي بيه زي ما هي. هي هي برضه تكمله اللي بيقوله الاستاذ محمد استاذ احمد، هي نزاهه التحقيقات هم عاملين عليها زي ايه، زي حفظ كده، زي كردون اللي بيها مثلا لو في شبهه جريمه تفضل زي ما هي لحد ما يجي المسؤولين يشوفوا في ايه. لكن هي بالفعل هي مش متعطله الحاجه، هي لو في تحقيقات شغاله في اي حاجه من هذا القبيل نقدر نمشي تقدر احنا تمشي. عايزين كلام على ارض الواقع يا استاذ هاني، مش مجرد كلام، احنا عايزين كلام على ارض الواقع ان مستشفى المنصوريه فعلا فيها شغل دلوقتي بيتعمل، مش مجرد كلام بنقوله من خلال الهوا فقط. يا استاذ محمد حضرتك مفيش كلام اتفضل يا استاذ احمد. هو الكلام ده اللي بيتكلم على ارض الواقع فعلا، وان شاء الله مشكله مستشفى المنصوريه هتخلص في شهر 12، وان شاء الله في متبرع دي البشره اللي حضرتك قلتها لنا قبل الهوا، وان شاء الله في متبرع هيبني مستشفى المنصوريه كامله على حسابه وعلى نفقاته الخاصه، وهيجهز المستشفى كامله، وهيعمل وحدة غسيل كلى في المستشفى خلف المطافي. يبقى حضرتك بتوعدنا على الهوا اني بعد اذنك في حين البدء في مشروع المستشفى وتشغيل المستشفى حضرتك البرنامج الاختيار هينزل يصور ويتابع معاك خطوه بخطوه، يصور ويتابع معانا خطوه بخطوه، وان شاء الله الكلام ده كله باذن الله يبدا ان شاء الله من اول السنه الجديده يتنفذ. تمام. حابب يا استاذ هاني تقول ايه لاهالي المنصوريه من ناحيه التكاتف والترابط؟ احنا دائما اتعودنا يا استاذ هاني ان المنصوريه، مش المنصوريه بس، البلاد الارياف عموما بتكون فيها نوع من انواع الترابط الاسري، كلهم عارفين بعض، دول ولاد خال بعض، دول ولاد عم بعض، كلهم قريبين من بعض وفي تكاتف. حابب تقول لهم ايه عشان يتكاتفوا مع بعض؟ انا اقول لهم يعني الناس تبطل سلبيه، يعني الناس تبطل سلبيه وتشارك. انا بدل ما انا قاعد على مكاني كده، ولا بدل ما انا قاعد على الكرسي بتاعي عمال ده المفروض يحصل كذا والمفروض يحصل كذا وما يحصلش، لا انت انزل شارك حاجه زي دي، لا وصل صوتك لمسؤول زي ما حضرتك تفضلت مشكورا وبتعمل، والناس وضيوفك الكرام بيعملوا، لازما الايجابيه. ايه فرق مثلا ان تكون بلد بدون ذكر اسامي مثلا ما تجيش ربع تعداد المنصوريه، وفوجئنا ان نزل فيها شهر عقاري ماموريه يومين في الاسبوع، تمام؟ ايه اللي ناقصنا احنا كمنصوريه ان يكون عندنا خدمه زي دي الا بسبب سلبيه الناس؟ فلازم لا لازم الناس تكون ايجابيه، ولازم تشارك، ولازم تمد ايديها للمسؤولين. ما اصل المسؤول مش هيعمل، اصل المسؤول برضو يعني مش في الشارع زي الناس. لما الناس تمد ايديها للمسؤولين. استاذن حضرتك استاذ هاني معايا اتصال، معذره للمقاطعه. الو الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. نتعرف باسم حضرتك يا فندم. محمد علي يا فندم. اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا استاذ محمد. يا فندم امال المستشفى ده بقى لهم كتير بيتكلموا عليه. تمام. وفي دكاتره من المنصوريه مع الطلبه ولا المستشفى ده يا فندم. احنا مش هنقدر نتهم حد يا استاذ محمد بشكل مباشر، احنا مش عارفين لحد اللحظه دي سبب تعطل المنصوريه، مستشفى المنصوريه او اي خدمه فيها، فمش هنقدر نوجه اتهامات طبعا. انا اتمنى يا فندم، اتمنى يا فندم ان الحاجه تمشي وتعمل، بس اكيد يا فندم. اكيد يا فندم، وكلنا هنا موجودين وبرنامج الاختيار بيتناول الموضوع ده. اشكر اتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك. دي بعض الناس بيقولوا ان الدكاتره سبب تعطيل المستشفى المنصوري. ما اعتقدش، لا لا ما اعتقدش، لا هي روتين بس حضرتك. استاذ احمد مفيش واحد مخلص لبلده يعطل مصلحه عامه لخدمه اهل بلده. تمام. ولخدمه منطقه كامله. تمام. لان المنصوريه مش بتخدم المنصوريه بس، انت عندك قريه عب صمت ما فيهاش وحده صحيه. تمام. عندك قريه العقباوي ما فيهاش وحده صحيه، دول قريتين تابعين لك.
تمام. يعني خدماتهم كلك دول منصوريه. رد حضرتك يا استاذ محمد على اللي تقال ده. لا حضرتك ما فيش دكاتره عمرها يعني ما عندوش السلطه اصلا ان هو يمنحها. يعني هو راجل دكتور هيمنحها ازاي؟ وبالعكس اكيد ده شيء هيكون مساعد. يعني ايه السلطه اللي في ايده؟ وبالعكس يا استاذ احمد في ظل جائحه الكورونا اللي فاتت دي بصراحه يعني كانوا متعاونين مع الاهالي جدا والله يعني برضو متعاونين مع الاهالي جدا وقدموا مساعدات كتير وساعدوا البلد في ان احنا كنا نتخطى المرحله اللي كانت خطره دي. فلا لهم مننا كل شكر. هي بس ان انا زي ما بقول ان احنا نساعد ان احنا نبقى ايجابيين ما نبقاش سلبيين ما نقعدش نتمنى واحنا قاعدين. طب انت عملت ايه للتمني بتاعك وانت قاعد؟ لا لازم انت تشارك لازم انت تكون ايجابي يا راجل. ده لو بالكلمه ده لو بالتصديره. استاذ هاني معلش معذره في عجاله كده. دائما الشباب بتنادي وتقول احنا لينا خدمات ولينا حقوق. انت فعلا ليك خدمات ليك حقوق بس فين واجباتك؟ واجباتك اتجاه بلدك فين؟ لازم تنزل تشارك تدلي بصوتك اختار المرشح اللي يمثلك اختار عضو مجلس الشعب اللي يوم ما يخطأ تحاسبه. انزل شارك ادلي بصوتك قول انا عايز فلان انا عايز علان. اختار دائما اللي يتكلم باسمك اختاره دائما اللي يقول انا بتكلم باسماء الناس اللي رشحوني. زي ما فخامة رئيس الجمهورية مشكورا تتكلم في عدة مواضيع من دي قال ان لازم الشباب تشارك. الشباب هي عجلة القيادة. الشباب هم وقود السيارة اللي بتدفع بينا نحو المستقبل. الشباب عليهم عامل رئيسي جدا. بعد إذنكم دائما إحنا بنقول إحنا لينا إحنا لينا. طب فين حق الدولة عليكم؟ فين حق الدولة هنا يا أستاذ هاني؟ إن الشباب لازم تكون مدركة لحجم المسؤولية ويكون كفايانا بقى عدم اللامبالاة وعدم إدراك وتحمل المسؤولية. طب معانا اتصال نرجع تاني معذرة. اتفضل يا فندم. يبدو إن الاتصال قطع. ارجع تاني للاستاذ. هي فعلا استاذ احمد زي ما حضرتك بتقول لازم مشاركه الشباب ولازم الايجابيه. ما تقعدش تنتقد وتقعد تتفلسف وانت ما فيش حاجه بتعملها. لا زي ما حضرتك برضو النقطه اللي حضرتك اثرتها في مجلس الشعب مثلا لا انزل اختار ما ايه وانت قاعد في البيت ما فيش مشاركه سايب اللي يدور. لا انزل وشارك اختار بصوتك اللي يقدر يمثلك اللي يقدر يوصل صوتك للمسؤول. انت كمثلا كواحد من المواطنين او كواحد من الجمهور مش هتقدر تدخل مكتب فلان بي او تتواصل مع حد من الجهات. لكن لا عضو مجلس الشعب بما ليه من سلطه وتزكيه لك انت اديته صوتك. لا يقدر يوصل صوتك اكيد يقدر يتواصل يقدر مع طبعاً المسؤولين ويقدر يحل لك مشكله. طبعا يقدر يقول الناس دي ما عندهاش مستشفى الناس دي ما عند... تخيل يا استاذ احمد احنا المنصوريه اللي كان كل مثلا 15 20 سنه لما كنا نسمع عن حادثه دلوقتي يكاد يكون ما بيعديش يومين ولا ثلاثه ولا اربعه وتلاقي عمل اجرامي معين. ليه؟ ما هو المواطن مش شايف فرد الامن قدامه. يعني حضرتك انت عايز تقول عايزين نتكاتف عايزين كشباب عايزين نتكاتف ونساعد المسؤولين يعني. عايزين نتكاتف بنناشد معالي وزير يعني الداخليه بنناشد معالي طبعا بعد فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنناشد وزير الداخليه السيد المحترم مدير الامن عندنا في الجيزه. لا احنا نقدر نساعد معاليكم في ان احنا نقيم صرح زي ده بدل ما مركز منشيه القناطر مثلا تابع ليه 23 بلد ومفروض عليه ان هو يمشي في ال 23 بلد ويضبط النظام في 23 بلد ويضبط الامن في 23 بلد. لا لما تبقى المنصوريه واخده مثلا خمس ست تجمعات سكنيه حواليها حضرتك عايز تقول ان الدوله مش هتعمل كل حاجه لوحدها. يجب المشاركه الفعاله والبناءه لازم المساعده والايجابيه للدوله لازم الايجابيه. احد اسباب للاسف الركود اللي احنا فيه يا استاذ احمد سلبيه الشباب. وانا ما معلش ما هي ما هم مطالب الحياه بالتمني يعني والله مش عارف يعني مش فاكر البيت ازاي. لازما ان حضرتك لازما انك انت تشارك لازما انك انت تشارك ولازم تدي الانتخابات اللي حضرتك اللي انت بتقول عليها دي بس مش عايز انط عليها. لا الشباب ليه دور كبير فيها. لا عايزين نشوف ناس واقفه على الصناديق وناس بتدي. انت شايف هاني مش كويس في الاستاذ محمد كويس انزل اديله. شايف ان هاني مش هيقدر ان هو يوصل صوتك لا انزل ادي صوتك للاستاذ محمد هينزل يقدر يدي صوتك هيقدر يدخل للمسؤول هيقدر يوصل صوتك. لكن طول ما انت قاعد ما هي طبيعي معلش ما انت مش هتحس بحاجه. يعني حضرتك انا برضو عايز اقول ان انت لازم تدي صوتك بمصداقيه ومتاكد وعندك يقين وثقه بالله ان اللي قدامك ده فعلا هيمثلك هيتكلم عنك اللي قدامك ده هيحل لك مشاكلك اللي قدامك ده يوصل صوتك للمسؤولين. طيب بما ان احنا معانا شاب من شباب المنصوريه وطبعا هو معاهم خطوه بخطوه ويمكن فاهم ما يدور بعقولهم فهيقدر يشرح لنا يعني ايه شباب؟ ايه اللي عايزينه الشباب يا استاذ محمد؟ بص يا استاذ احمد هم الشباب عايزين حد يسمعهم. تمام. الشباب عايز حد يسمعهم ويفهم وجهه نظرهم. الشباب عندنا عنده احباط من المرشحين كلهم فبيقول لك هطلع اعمل ايه؟
يعني اللي قبل عشان ما نظلمش المرشحين برضه يا استاذ محمد. ما هو ده معلش مش هنقول السابقين او القادمين عشان ما نحبطش برضه الناس ونتكلم برضه ونقذف الناس كده جزافا. لا لا حضرتك فمعلش لا معلش اقطعك بس بعد اذنك. انا فاهم قصد حضرتك بس عشان نوصل الصوره وتكون مبسطه هنا. حضرتك عايز تحاسب عضو مجلس الشعب. حضرتك انت طلعت انتخبته طلعت اخدت اخدت منه برنامج انتخابي وكلمه ميثاق شرف ان انا هخدم البلد. انا حضرتك ما بحاسبش. انا بقول لك احساسي الشباب ايه. انا ما اتكلمتش خالص ان انا هحاسب عضو مجلس الشعب. تمام. انا بتكلم احساس الشباب ايه. بيقول لك ان الاعضاء مثلا ما بيخدمناش هطلع ليه. تمام. فانا عايز من خلال برنامج حضرتك ادعو الشباب احنا يعني ننسى الماضي ونبدا من النهارده. ان احنا عندنا دلوقتي في المنصوريه في مرشحين. اطلع انتخب. انتخب اي حد. مش شرط مين تطلع تنتخب مين بعينه. لا انتخب اي حد. وصل صوتك للقياده السياسيه. احنا بنشارك في كل حاجه. وبالتاكيد القياده السياسيه استاذ محمد هي سمعت صوتك واتكلمت عنه وطلع مشكورا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن البلد يا استاذ هاني وقال المنصوريه 5 مرات متكرره. يعني انتوا في نصب عيوني. انتوا انا شايفكم انا بتكلم بصوتكم بس فين دوركم الفعال. عشان كده يا استاذ احمد بعد اذن قطع حديثك عشان كده عملنا حمله بالفكره مع حضرتك رد الجميل. اه اتفضل يا فندم. يعني عشان الرئيس ذكر المنصوريه 5 مرات فاحنا حضرتك عملنا حمله رد الجميل. بنوصل صوتنا لسياده الرئيس ان احنا كشباب من المنصوريه احنا معاك. وزي ما انت شايفنا احنا برضه حضرتك شايفين حضرتك واحنا مساندين حضرتك. احنا وراك. مش احنا مش ضد الدوله ولا عمرنا هنكون ضد الدوله ولا عمرنا يعني هنسمح لحد ان يبقى ضد الدوله يهدم الدوله. لا المنصوريه فيها شباب متعلم فيها شباب فاهم بس هو محتاج ان هو ياخد فرصه. ويبدو معنا اتصال هاتفي. معذره استاذ محمد لقطع حديثك. الو الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. عرفنا باسم حضرتك يا فندم لو تكرمت. مع حضرتك هشام صلاح من المنصوريه يا فندم. اهلا بيك يا استاذ هشام. اتفضل يا استاذ هشام. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. حضرتك كنت بتتكلم وتقول المشاركه. احنا بنشارك في كل الانتخابات. تمام. تمام. وبنشارك مع الناس وكده. تمام. بس طبعا بعد ما احنا بنشارك وبننزل نشارك ومعلش وبنتعب في الاخر بنلاقي يعني اعضاء المجلس اللي احنا بننتخبهم. تمام. بنلاقي ان كل واحد بيخدم اللي تبعه وشكرا على كده. بعد كده خلاص يعني. طب احنا دورنا نعمل ايه بقى؟ ما هو ده دور حضرتك يا استاذ هشام انك لازم تختار الصح. لازم تأشر على اللي هيخدمك ويتكلم بصوتك ويوصل صوتك للمسؤولين. لازم يكون عندنا تحمل المسؤوليه. كفايه كلمه يكون يعني مش عارف اوصفها ازاي بصراحه بس احنا عايشين فازهى عصورنا لا مبالاه وعدم ادراك وتحمل المسؤوليه. هو فاشكر حضرتك على اتصالك يا استاذ هشام. ارجع للاستاذ محمد ابو شراده. استاذ محمد حابب تقول ايه للشباب؟ والله انا حابب اقول للشباب ان للاسف احنا المنصوريه هنقوله ضاعت. وضاعت مننا وبايدينا احنا. بمعنى؟ بمعنى ان احنا كلنا سلبيين. ما بناخدش موقف ايجابي. يعني احنا بقالنا كذا فتره مقاطعين الانتخابات. طب ليه؟ ما انا اطلع واجلي بصوتي واقول للمسؤولين المنصوريه موجوده على ارض الساحه. المنصوريه مش بقره ارهاب. المنصورية لديها شباب واعي ولديها مفكر وناس واعية وعندها فكر محترم. المنصورية مع الدولة مش ضد الدولة. صح. إنما احنا كلنا واقفين وقفة سلبية. يجي فترة انتخابات نتكلم نقول المستشفى والنقطة. مش هنقول الكل يا أستاذ محمد. ماشي بعض. هنقول البعض. بعض المرشحين يقول لك المستشفى بنعمل ونسوي. طب أنت فين؟ أنت فين؟ فينك من 2011؟ إيه المبادرة اللي حابين تعملوها يا جماعة؟ احنا عاوزين نعمل مبادرة طبعا ودي بتمناها من شباب المنصورية كلك يلتفوا معانا ونبايد واحدة. نعمل مبادرة لخدمة اهل البلد ومبادرة تأييد للسيد رئيس الجمهورية ومبادرة تأييد للحكومة بتاعتنا. اكيد. وحضرتك يا مبادرة كمان اهم حاجة ان هي تبقى مبادرة من داخلها مبادرة توعية للشباب. بمعنى؟ يعني في بعض الناس معمول لها غسيل مخ. فاحنا لازم نفهمهم الصح. لازم نقعد معاهم. في ناس بتسمع يعني في حاجات يعني في قنوات بتبث من الخارج بتبث افكار في داخل الشباب
اللي هو من عندك من 15 سنه لحد 20 سنه 21 سنه بتبث في دماغه حاجات بتعششها في دماغه ان الدوله ما بتعملش، الدوله ما بتخدمش. لا، الدوله بتعمل. وانا كمان بضم صوتي لصوت حضرتك يا استاذ محمد من خلال برنامج الاختيار وكاميرا الاختيار، اناشد شباب، مش شباب المنصوريه فقط، شباب مصر داخلها وخارجها، لضم صوتهم للانتخابات وخوض المعركة الانتخابية. لازم يكون عندنا دور إيجابي، لازم نتكاتف ونكون على يد وقدم واحدة، لازم يكون لنا دور فعال في الدولة. يجب أن يكون صوتنا يعلو حتى يوصل إلى عناء السماء، حتى يوصل بين أيادي القيادة الحكيمة الرشيدة. أرجع تاني للأستاذ هاني أبو كعب. حضرتك يا أستاذ هاني، عايزين نتكلم يعني إيه عضو مجلس الشعب؟ إيه صلاحياته؟ إيه اختصاصاته؟ هي برضه ليه تعقيب على المتصل الاخير اللي هو بيقول لك طب احنا بننتخبه وما بيعملش حاجه، ده عيبك انت، انك انت اسأت الاختيار. دايما لما تيجي تختار عضو مجلس الشعب اختار الراجل اللي يوصل صوتك، اللي ما يتذمرش لانك انت بتطالبه، هو حق عليه ان هو يستجيب ليك، وحق عليه لان هو يسمع كلامك، وحق عليه لان هو يوصل صوتك. هو لما بيأدي لك خدمه هو ما بيمنش عليك، لا بالعكس، هو بيأدي الواجب اللي عليه. انت احسن الاختيار وشارك. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا مثلا 3 مرشحين، واحد قائمه واثنين فردي. ما تقعدش بقى في البيت والاحباط اللي كان الاستاذ محمد بيقول عليه، للاسف الشباب محبطه شويه. الاحباط هم اللي عملوه لنفسهم، لان انا مش هغير الدنيا او مش هغير الوضع اللي حواليا عشان يناسبني او يبقى كويس وانا قاعد او انا صحيح. بتفرج، لا، لازم احنا عندنا انتخابات مجلس الشعب، يبقى انزل. عندنا 3 مرشحين، لا انزل اديهم. انزل برضه. حضرتك عايز تقول يا استاذ هاني انزل شارك. انزل وشارك طبعا، ويوم ما يخطأ عضو مجلس الشعب تحاسبه طبعا. طب احنا معانا اتصال هاتفي. معذرة القطع حديثك يا استاذ هاني. الو، مساء الخير. ايوه مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك الباشمهندس صبري صلاح الدينار. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس، اتفضل يا فندم. الله يكرمك، اتفضل. انا سيادتك عاوزين نرد بجميل سيادة الرئيس على خدماته وارشاده لقرية المنصورية. لقرية المنصورية في احتياج الخدمات الحكومة بالنسبة للمستشفى والمية الحلوة سليم. وعندك الأستاذ هاني بيتكلم كلام كويس، والأستاذ محمد، والأستاذ محمد مؤسس رد الجميل للقيادة العليا. فيا ريت يا ريت سيادة الرئيس يبص المنصورية بعين الرأفة، بعين الحب للوطن. وشعب المنصوري شعب اصيل جدا 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 جدا، اكيد الشعب المصري كله اجمع. الرئيس يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت مستشفى المنصوريه يبص لها حبه. يعني في ناس كتير. يبقى يا باشمهندس، معذره ان انا هقطع حضرتك، يا باشمهندس معذره ان انا بقطع حضرتك. يبقى لازم نشارك كلنا، نحط ايدينا في ايد بعض، لازم كلنا نخطو للامام، لازم كلنا يكون لنا راي، لازم كلنا نكون على ايد واحده وقلب رجل واحد، لازم كلنا نساعد بعض، لازم كلنا نبني مع بعض مصر. اتفضل يا فندم. ماشي يا فندم، ماشي يا فندم. المنصوريه انظلمت كتير، المنصوريه انظلمت كتير، فيها شباب محترم جدا 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 جدا، وفيها ناس عاليه وعائلات محترمه. فيا ريت يا ريت القياده السياسيه، واحنا واقفين جنب القياده السياسيه قلبا وعقلا وكل شيء سليم في خدمه البلد. اهالي البلد فيها نسبه عاليه جدا من الفقراء، ما يقدروش يروحوا مصر يكشفوا في مصر ويحروا سيادتك للعيادات الخاصه العاليه. فيا ريت يا ريت يا ريت يا ريت سياده الرئيس الاب الحنون، واحنا كمان الاب شعب مصر حاله مش المصريه بس. اشكر حضرتك لاتصالك يا باشمهندس، شرفتنا بالاتصال. صراحه اسلكت صدري بما قلته. هنا الشباب استاذ محمد بيقول احنا مبادره رد الجميل، عايزين نرد الجميل للراجل اللي تحمل ما يبث من الخارج ومن الداخل ومن هنا ومن هناك من اجل اعلاء رايه الوطن والتحدث دائما، وان محدش يقدر يقرب لمصر زي ما ذكر فخامه الرئيس الجمهوريه اللي يفكر يوصل مصر هنسفه من على وش مصر محفوظه الى يوم الدين. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها الحكيمه. طب نرجع لموضوعنا تاني استاذ محمد، بما ان حضرتك ليك دور فعال في البلد وبتتكلم دائما باسم الشباب، حابب تقول ايه للشباب؟ حابب اقول للشباب احنا بقالنا 17 سنه ما عندناش عضو مجلس الشعب، ده رقم واحد.
وجات لنا الفرصة الآن على طبق من ذهب، مش من فضة كمان، من ذهب. عندنا ثلاث مرشحين. في عجالة كلمة أخيرة حابب تقولها للشباب؟ يا ريت الشباب كله يطلع يوم الانتخاب. احنا المنصورية 65,000 صوت. يبقى احنا كلنا برضو يا استاذ محمد لازم يكون لينا دور فعال على ارض الواقع، لازم شباب المنصورية يتكاتف يا استاذ هاني طبعا. ويكون برضو يا استاذ محمد ليه دور فعال على ارض الواقع، لازم كله يتكاتف ولو بالجهود الذاتية طبعا. ونبني مع بعض ونعمر مع بعض طبعا. ونتقدم نحو الامام مع بعض. يا دعوة زي ما جنابك بتقول احمد بيه، يا دعوة للمشاركة، دعوة للإيجابية، دعوة للترك الانتقاد وانت في مكانك. لا انزل انزل قول المسؤول ايدي بيدك، انزل لو شفت حاجة مش 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 تمام بلغ بها المسؤول. ينزلوا ينظفوا المستشفى، ينظفوا النقطة، يساعدوا، يحطوا ايديهم في ايد بعض زي ما احنا بنشوف بعض. اتفضل يا فندم. هي في حاجة تانية برضو مهمة عن انتخابات مجلس الشعب، انتخابات المحليات. أين أنتم يا شباب من انتخابات المحليات؟ تمام يا فندم. فين حضرتك؟ عايز تطلع تتكلم ويبقى ليك سلطة إن أنت تتكلم وتعرف تتكلم، اطلع شارك في انتخابات المحليات. عندك 24 عدوى على مستوى القرية. احنا هيكون عدة ان شاء الله، هقطعك، هيكون معنا عدة حلقات اخرى عن المنصورية والبلاد الاخرى. احنا مش موضوعنا احنا مش موضوع برنامجنا او برنامجنا عن المنصورية فقط، احنا عن جمهورية مصر العربية كلها بدون استثناء. كلمة اخيرة استاذ هاني في عجالة. احنا بننشد جميع الشباب، انزل شارك، ادي صوتك، شوف مين اللي يقدر يوصل اللي انت مش عارف توصله ويوصله لك. شكرا استاذ هاني. استاذ محمد. طبعا انا بنشد الشباب ان هم لازم ينزلوا ويتواجدوا، وفي مثل بيقول لك لا يحك جلدك مثل ظفرك. انا رحت انتخبت عضو مجلس الشعب، هل عضو مجلس الشعب مش هينزل لي انا وانا واقف سلبي مكاني؟ طب ما انا اعمل طلباتي واتحرك بيها عضو مجلس الشعب والزمه يتحرك قدامي وينفذ لي اللي انا عايزه. ان انا بنتخبه وبقعد في البيت انام، طب ليه؟ طب هو مش هيسعيل؟ شوف خطوات محسوبه لعضو مجلس الشعب انه بيتحرك قدامي وبيعمل حاجات على ارض الواقع بس بايديا. انا كشباب كاهل منصوريه اعمل طلباتي. تعالى يا عم انا عاوز اعمل نقطه، انا عاوز اعمل سجل مدني، انا عاوز اعمل مستشفى، انا عاوز اعمل مركز شباب. حضراتكم توعدونا، انا معذره للمقاطعه عشان وقت البرنامج الوقت مش ساعفنا ان احنا نتكلم، حضراتكم توعدونا ان يكون في عده حلقات اخرى ان شاء الله. بس بعد ما قبل ما نقفل بقول بشرى ساره لاهل المنصوريه. يا ريت، احنا نسينا بشرى ساره. اتفضل. الحمد لله تم تعيين مركز شباب المنصورية، ونزلت لجنة عينت المكان عند معهد فتيات المنصورية. الخبر ده حصري من خلال برنامج الاختيار. حصري وخبر أكيد، وإن شاء الله يتم العمل في مركز شباب المنصورية عند معهد فتيات المنصورية في غضون بضعة شهور. وأنا أعدك كل الوعود المباحة والمتاحة ان احنا نصور بنفسنا مركز شباب المنصورية اللي هيتفتح في القريب العاجل. ايضا الله. هننزل كمان نصور في المستشفى، وان شاء الله احنا نعلم ان في خبر صار ايضا مش هنقدر نعلن عنه كل العلن، ان المستشفى قريبا جدا جدا ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا استاذ. من رئاسة مجلس الوزراء والحكومة للشعب كله انهم مدوا اجل التصالح لحد اخر اكتوبر ان شاء الله باذن الله، فاللي ما لحقش لا يلحق بقى ويروح يقنن وضعه عشان يقدر. تاني خبر حصري مع برنامج الاختيار عشان يقدر يقدم مرافقه. مد اجل التصالح لاخر اكتوبر عشان اللي عايز يدخل كهرباء اللي قنن وضعه يدخل مرافقه. اشكرك استاذ هاني برضه، تم تقليص المتر برضه يعني برضه نظره طبعا للشعب على توجيهات الرئيس. بنورك دلوقتي سيد فخامه. شكرا لحضراتكم، شكرا لحضراتكم، نورتونا ببرنامج الاختيار. اللهم احفظ مصر وشعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله وأمني ورعايتي. مع السلامة.